كنا معاكم على مدار 3 حلقات فاتت من برنامج واحد ملوش لازمة، وحاولنا بقدر المستطاع ان احنا نقدم يعني تصحيح او نسلط الضوء على بعض السلبيات اللي موجودة في المجتمع حوالينا عن طريق سكتشات كوميدية ساخرة. والنهاردة وصلنا لآخر حلقة لينا على قناة الصحة والجمال، لكن احنا مستمرين في سكتشاتنا واعمالنا على قنواتنا المعلن عنها على اليوتيوب لحين اشعار اخر. احب اتوجه بالشكر لقناة الصحة والجمال على حسن الاستضافة، واتمنى نكون اسعدناكم. النهاردة السكتش اللي معانا سكتش بعنوان الدجال. هنطلع فاصل قصير وهنرجع لكم بعد الفاصل، استنونا. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين بعد الفاصل، وأحب أرحب بمولانا الشيخ فلان. أهلا وسهلا بك معنا في برنامجنا. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين وفريق العمل، بارك الله لكم وبارك عليكم. إحنا حبينا نستضيف حضرتك النهاردة علشان نعرف مهاراتك وخبراتك في استخراج الجن. إحنا بعون الله متمكنين في هذا المجال، من أول الله بذول الله إن شاء الله الحمد لله، من أول شخط نصف الجن ونحرقه بإذن الله. بإذن الله. أنا بس كنت حابة أعرف هل الموضوع سهل ولا واجهتك صعوبات؟ لأن في ناس كتير قوي بيفكروا يمتهنوا المهنة دي أو بيحاولوا إن هم يمتهنوها يعني. بالنسبة لناس متمكنين زي حالتنا ولله الحمد، الحمد لله رب العالمين، إحنا الموضوع ده زي شكة الدبوس. إن شاء الله نفك أي سحر، إن شاء الله نفك أي مربوط، إن شاء الله كل خير بإذن الله والحمد لله والحمد لله. الحمد لله، لان فعلا يا مولانا الدجالين كتروا قوي اليومين دول لدرجه الواحد مش قادر يفرق بين الصادق وبين الكذاب. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. الدجالين افسدوا هذه المهنه الكريمه وقد اساءوا اليها وقد اختلطت الحابل بالنابل. حسبي الله ونعم الوكيل. تمام استاذنك ثانيه. ايوه يا محسن. ايه على طول كده صوتك عالي، انا مش عارفه اسمع الضيوف. خليك كده قاعد بس، ايه تصحح اللغويات بتاعتي. اللغويات يا سيدي ولا تزعل. ماشي. ايه حالة معانا على الهوا ركبها جن. تبع استاذ احمد المخرج. تمام، وايه المطلوب؟ إيه عايزين الشيخ يعالجها. طيب والحلقة والسكتش دي اخر حلقة على الهوا، اخر حلقة والناس قاعدة مستنية السكتش. تمام، في عندنا وقت. طيب خلاص دخلوا الحالة، دخلوه وانا هنوه للسادة المشاهدين. خلاص اتفضل. الو السلام عليكم. لا يا فندم مش تليفون، دي حالة على الهوا وهنعالجها بعد الهوا. اعزائي المشاهدين انا اسفة هنقطع السكتش، هنخلي مولانا يعالج الحالة التعبانة ونرجع لكم تاني بعد الحلقة ان شاء الله. انا اسفة اتلخبطت، بعد ما يعالج الحالة نرجع نكمل السكتش بتاعنا. ايه ده يا استاذ؟ الحالة اللي استاذ احمد قالك عليها المخرج تبع الحالة. طب احنا قلنا مفيش حالات وقلنا هنمجرد لقاء كده عابر يعني. والله انا زيك اتفاجئت بالحالة ديت، ومعلش نعالجها نكسب فيها ثواب يعني. كنت قلتولي نجيب حالة من عندنا ناخد فيها الثواب يا شيخ.
ما ايه الفرق بين الثواب اللي جوه والثواب اللي بره؟ ما انت واخد على قلبك قد كده. عالجه عالجه يا ساتر على الجشع. ربنا يستر. بعدين انت متوتر، متوتر ليه كده؟ لا ان شاء الله احنا متمكنين بمشيئه الرحمن، الحمد لله احنا متمكنين. ان شاء الله ربنا هيستر باذن الله. ربنا يستر. احنا جايبيننا هنا ليه؟ احنا جايبينك يا ابني عشان نعالجك. هو بيتكلم كده ليه؟ مريض وعيان وعلي جوست. وايه اللي في بقه ده؟ لا ما اعرفش. لحمه واكلك. لحمه ايه وتاكلني ايه؟ انا نيه حتى. الحقني يا مولانا ده هياكلني، اتصرف. يا راجل يا طيب، احنا بص يعني هي ست يا ست يعني بص صل على النبي. احنا ايه؟ عليه الصلاه والسلام. بسرعه يا مولانا. يا جني يا مربوط اخرج والا ضربتك بالصوت. يا جني يا مربوط اخرج والا ضربتك بالصوت. ماما تلفي دلل على علقك بالصوت. انت لو عارف ان انا من جوه اصلا برقع بالصوت والله العظيم. والله انا ما بقولكش، انت انا بقول لك جني يا ابني. والله انا بقول لك جني. والله انا بقول لك اكل لحمه وجيه. لحمه ايه؟ لحمه ايه؟ انا نيه، انا نيه، انا هو اللي قال هيضربك مش انا. الله يخرب بيتك يا محسن انت والمخرج. انا ايه اللي جابني الحلقه دي يا ابني؟ يا حبيبي بس انا بوري للناس ان احنا بس لينا جاه وسلطان على العالم الجن. والله العظيم احنا ولا هنأذيك في شيء ولا اي حاجه. والله العظيم والله العظيم. يعني انت عاوز ايه دلوقتي؟ يعني بعد اذن سموك، بعد اذن حضرتك وغلاوتهم انصرف. احب بعد اذنك. انت عارف انا ابن مين الجن؟ تروح فين؟ هروح انادي المخرج يخرجه وهرجع لك تاني على طول. مش هتاخر. مش هتاخر. عيب يا استاذ. مش هتاخر. عيب يا استاذ. خلي بالك بس عشان خانق اتنين قبل كده. ده انا ضيفكم يا شيخ. ربنا معاك. ربنا معاك يا شيخ. انا ضيفكم يا شيخ. حبيبي والله العظيم ثلاثة. بص اقول لك حاجه بس. صل على النبي. صل على النبي. بص يا حبيبي انا هقول لك حاجه. انا ولا شيخ ولا ليا في الجن ولا في اي حاجه قسما بالله العظيم. والله ده انا نصاب. والله العظيم انا نصاب. والله العظيم. الحقوني. عبقر 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 مين؟ نجم صاعد. نجم صاعد انت ما تعرفش بقى. مش نجم صاعد لا خلاص طلعت فنان قوي بالنسبه لك. ارتست نازل على دماغك. اديتك مانشيت هتزعل هتزعق هتقول شد شد هنشد مش هتسد. بتنفس المية بتمشى في الهوا. تعالى اكتب لك روشتة بالدواء حبيبي. تعالى ازعلك النوا حبيبي. هجيب لك النجمة من السما. ما تقرب مالك كده متكهرب. نسيت انك بتسرب بتخرف اتصرف. مش لسه همشي على البيت عبقر صنع فريد. راسي فيها كبريت بنزين يتحطها تشريط. الولعة فيها بتزيد احرقك من وانت بعيد. جامد جدا مش بتأثر بتكلمني مش هتحذر. جامد دايما مش بتمنظر بالي جدا مش بتكسف. هتفجرني مش هتنسف. حد سني مش هتوصف. انا اللي دايما انتصر. حضوري بيدمر كواكب حتى والبيت مش راكب. الدنيا دي فيها العجايب. ورجعنا لكم مرة تانية بنستكمل الحلقة الأخيرة من برنامج واحد ملوش لازمة. طبعا بنشكر الفنانين اللي كانوا موجودين. واحب اطمن حضراتكم اللي احنا شفناه ده كله كان تكمله لسكتش شو. بنحاول برضو نكشف مفهوم الدجل والشعوذه اللي بينخدع فيها ناس كتير من مواطنينا. دلوقتي مع الجزء الثاني مع في الحلقه. واسمحوا لي انا اقدم بقيه الحلقه لاني نويت استضيف الفنانه بقى مش عايز اقول المذيعه الفنانه ولاء يسري اللي كانت موجوده معنا على مدار أربع حلقات كده. دلوقتي بنرحب بيها ونقول لها أهلا وسهلا بيكي نورتينا. أهلا وسهلا بحضرتك. أنا مبسوطة جدا إن أنا كنت معاكم ويعني الله يكون في عونك في القعدة دي. وكمان بنرحب بالكاتب الكبير أستاذ حسن خليل وهو في نفس الوقت منتج هذا العمل. بنرحب بيه ونقول له أهلا وسهلا. أهلا بيك. أهلا بيك يا أستاذ أحمد. منورينا ونتمنى كده دايما نشوفكم في أحسن حال. خلوني نبدأ بس مع الفنانة ولاء يسري. معروف لينا ان حضرتك فنانة عرائس يعني عرائسية.
ايه اللي جاب ده بقى لده؟ زي ما بيقولوا كده، ايه اللي لم الشامي على المغربي؟ حضرتك فنانه عرائس، فجاه هتقدمي برنامج المفروض ان انت ظاهره للجمهور، مذيعه تمام، ولكن كمان بتمثلي وباداء كوميدي وجميله جدا ما شاء الله، كانك من نعومه اظافرك زي ما بيقولوا، فنانه وممثله شاطره يعني. ربنا يخليك يا استاذ احمد. طبعا كله بمجهودك كمخرج او يعني اشراف فني على العمل، التوجيهات والاخراج والكلام ده كله انت طبعا ادرى بيه، عانيت معاه. بالنسبه للعرايس، انا محركه عرايس مسرح اسود، ما فيش اي مشكله خالص، لحد فجاه استاذ حسن كان بيفكر في فكره البرنامج اللي هو واحد ملوش لازمه، وعرض عليا قال لي طب نستضيفك، انا ما كنتش عايزه يعني امثل، فقال لي خلاص انت مش هتمثلي، انت هتعملي مذيع عادي خالص، ما فيش اي حاجه. فعجبتني الفكره وقلت اجرب، وحلقه في الثانيه في الثالثه طبعا انتوا الادرى بالكواليس كان شكلها عامل ازاي. انا فاكر اول حلقه دي كنا بنعيط، قلت بعيط انا مش هكمل انا مش هكمل، مش هكمل الحلقات دي، شوفوا لكم مذيع غيري. وهو اللي اقنعني بصراحه ان انا اتواصل، وطبعا حضرتك برضو ليك فضل في الاقناع، ووالدي ووالدتي في البيت برضو هم فضلوا لا انت كويسه، لا لو كملتي هيبقى في احسن. فالحمد لله، يا رب بس الناس تكون اتبسطت ان شاء الله. اكيد انا متاكد ان الناس اتبسطت. قبل ما نروح بقى للاستاذ حسن خليل، بنشكر طبعا الفنان الصاعد محمد حسن الشهير بعبقر اللي بيقدم لنا اغاني دايما جميله، واستمتعنا باغنيه نجم مش صاعد اللي شفناها في الفاصل. نروح للاستاذ حسن، بنرحب بحضرتك. اهلا وسهلا استاذ احمد. حضرتك كاتب ولا منتج ولا مؤلف ولا سيناريست ولا ايه بالظبط يعني؟ برضه يعني نعرف الناس مين هو حسن خليل. هو انا كاتب وروائي ومؤلف، ودي زياده عن 12 اصدار في السوق، في دور نشر مختلفه. انا بحب اعمل حاجات كوميدي بسيطه، حتى في رواياتي بدخل فيها يعني النوع الكوميدي بحيث ان المشاهد او القارئ ما يملش. فجت فكره يعني ان انا احاول اعمل حاجه في التلفزيون من كتاباتي، ومن هنا يعني كان ليا العديد بقى من الكتابات. انا بكتب في الفلسفه وبكتب في التاريخ وبكتب في، فاستفدت من ده في ان انا اعمل الحلقات دي. بجد استمتعنا بكتابات حضرتك يعني واحنا بنشتغل بروفات اصلا كنا بنضحك يعني، كنا مبسوطين وكانت كواليس حلوه جدا يعني. الفنانه ولاء بقى، يعني هنستمر عرائس ولا مذيعه ولا ممثله ولا ناويه تكملي ايه بالظبط؟ والله احنا طبعا واحنا بنتكلم حضرتك الصور بتاعت حضرتك نازله على البلازما وبقيه الزملاء يعني. هو بالنسبه للعرايس حبي الاول يعني، العرايس سواء بقى مسرح اسود او باب التيبل ايا كان العرايس اللي بنقدمها دي بالنسبه لي حاجه بتستهويني، عشان انا بحب ابقى دايما مش ظاهره، ده الحقيقي بالنسبه لي. طب وبعد التجربه دي؟ بعد التجربه دي بقى حضرتك واستاذ حسن شكلكم اتفقتوا عليا. فيعني انا اتبسطت جدا وخدت خبره برضو مش قليله، ومفيش مشكله لو معاكم في نفس الكرو اوكي انا مستعده. تمام. استاذ حسن، احنا بقى ايه يعني عايزين بصراحه كده نحرجك على الهواء. اتفضل. ونسال حضرتك كده سؤال صريح باعتبارنا كلنا كده صاعدين يعني، بنقول لسه بسم الله الرحمن الرحيم. تقييمك بقى كده للعمل بشكل سريع، وتقول لنا هل انت راضي بنسبه كام عن العمل دوت وظهوره للنور؟ هو اولا يعني اما حد بيطلع كده في التلفزيون بيبقى فيه رهبه. اكيد. وده حصل في اول حلقه. يعني في اول حلقه كان في رهبه بسيطه، ولكن يعني كانت برضو جميله. ابتدت الرهبه دي ترفع تدريجيا من الحلقه الثانيه تقريبا، كنت بيرفكت. فالواحد ما حسش ان انتوا ممثلين جداد او حد طالع على الشاشه كده مجرد ان هو بيطلع بس. وصلنا اللي احنا عاوزينه للناس يعني. الكلام دوت سواء الفنان ابراهيم البي او الفنان خالد خريبي او الفنان احمد جابر طبعا، الفنانه ولاء يسري، كان هم الفنان حسن يحيى كان حاجه رائعه في شهد الصغيره. كل دول ادوا اداء جميل جدا جدا جدا، وانا كان
عارف ان هم هيأدوا. لا لسه الاخير ده دي حاجه لوحده. لان الجماعه دول دايما بيشتغلوا ورا العرايس, فكون ان هم يظهروا مره واحده دي فدي حاجه جميله جدا جدا جدا. اما اللي اذهلني اداؤه فعلا الاستاذ حمدي عبد التواب. حمدي عبد التواب, لان حمدي ما ظهرش كتير على الكاميرا وما اشتغلش عرايس, ولكن انا فوجئت بانه حاجه رائعه يعني بيؤدي الدور كما يجب, ودي كانت حاجه جميله جدا جدا وعجبتني جدا جدا جدا. وان شاء الله هنكمل مع بعض ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. طيب برضو بنكمل سؤالنا مع حضرتك عن ابرز السلبيات بقى اللي كانت موجوده في العمل دوت. هل هي برضو حاجات في الاداء ولا حاجات تقنيه, ولا راي حضرتك ايه برضو؟ تقول لنا الحلقه الاولانيه الصعوبات يعني. الحلقه الاولانيه كان في بعض الاخطاء التقنيه ولكن استدركت يعني تمام. السلبيات انا مش شايف ان سلبيات, لان احنا عملنا الحاجات دي بصعوبه يعني الكواليس كان فيها صعوبه جدا جدا جدا. ابرز حاجه اللي احنا نتعلمنا منها ان هي على الهواء كانت صعبه جدا جدا جدا. طبعا لان لازم الممثل يحفظ وما يخطئش, وهي كانت بس دي هي المشكله ان احنا كنا طالعين على الهواء. واعتقد ان هم خدوا الخبره فبقيه الحلقات بقت جميله جدا جدا يعني ما فيش اي سلبيات الحمد لله غير الحاجات دي يعني. الحمد لله. الفنانه ولاء عرفنا ان حضرتك كنت ضمن فريق العمل اللي كان مع ورشه الفنان عصام توفيق, حضرتك والفنان خالد خريبي. الكلام ده واضح بقى ان في خلفيه هو بقى في التمثيل يعني, الموضوع ما كانش مفاجئ ولا حاجه يعني. هي جت برضو صدفه عن طريق استاذ حسن لانه يعتبر والدي الثاني. يعني قال لي في ورشه عمل او ورشه تمثيل مع استاذ عصام تحبي تشاركي فيها. فانا بطبعي خجوله شويه, فالورشه خلت فيه نوع من انواع الجرأة يعني جرأه, او ان انا مثلا ما اتكسفش اعمل بتعيط, اعمل حد زعلان, اعمل حد عنده مشكله ما في اي حاجه. فدي ادتني شويه شجاعه او ان انا اقدر يعني اتواصل حتى مع الناس اللي حواليا, يعني ان انا ما بقاش كشه كده في نفسي. وبرضو كملنا عليها بقى حضرتك والتدريب بتاعك في الاخراج والاداء, ولا اعملي كذا انا كنت ما انا يعني ده فرق معايا كتير يعني. برضو فرق معايا خصوصا ان زي ما بتقول انا اول حلقه كنت ناويه كنت امسك عروستي واخدها وامشي. بس لا الحمد لله يعني انا اتبسطت جدا, وبغض النظر ان الشغل كان هوا كان متعب جدا الشغل الهوا, لكن الكواليس والناس اللي شغالين معاهم كلهم مريحين جدا يعني. كانت ظريفه دمها خفيف الكواليس يعني احنا ضحكنا كتير في الكواليس. احنا طبعا من هنا بنحب نتوجه بالشكر للفنان عصام توفيق على تدريبه لولاء يسري والفنان خالد خريبي وحمدي عبد التواب طبعا. طبعا بقيه الممثلين احنا بقى هنشكر يعني هنشكر وزاره الثقافه كامله يعني, والمركز القومي لثقافه الطفل الفنان حسن يحيى, ابراهيم البيه, العبد لله احمد جابر. لكن يعني برضو عايز اسال حضرتك عن بقى الحلقه بقى اللي هي يعني اتمزجت كده وانت بتتفرج قلت الله دي بقى احسن حلقه في الاربع حلقات. والله كل حلقه كان ليها هدف يعني, كل حلقه كان ليها هدف, فالهدف لما بتحقق كنت ببقى مبسوط جدا من الحلقه. فيعني تقريبا كل الاهداف بتاعت الحلقات وصلت تماما, ولكن يعني يمكن اخر حلقه دي انا شفتها طبعا في الكنترول روم فعجبتني جدا 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 يعني. دي يعني نقول ان احنا وصلنا للقمه في الحلقه الاخيره. طيب الحمد لله. وانا في من المره اللي فاتت انا فوجئت ان في ناس بتكلمني على التليفون, انت حطيته في التليفون على الشاشه. فانا فوجئت ان في ناس في ناس بتكلمني وفي قنوات كلمتني يعني بتعرض يعني. ما هو ده كان سؤالي اللي جاي بقى يعني, اللي جاي ايه يعني, هل اللي جاي يعني والله في اليوتيوب ولا في احنا كده مستمرين على اليوتيوب لان انا عندي قناه كبيره مش صغيره. تمام. ولكن هنشوف يعني لو العرض بتاع القنوات دوت كويس هنكمل معاهم.
هشوف يعني هشوف انهي اللي هيفيدنا بقى ماديا يعني علشان نبقى يعني نكون واضحين يعني اللي هيفيدنا ماديا هنكمل فيه يعني ده هي كده كده اليوتيوب بيفيد ماديا جدا اكيد فانما لو في حاجه هتفيدنا ماديا احنا انا بس حبيت ان احنا نطلع على الهواء عشان الناس تشوفنا وتشوف ان بتوع اليوتيوب دول مش مجرد ناس بيمثلوا كده وخلاص ان هم ممثلين محترفين ويقدروا يطلعوا على الهواء ويقدروا يعملوا برامج جميل طيب سريعا برضو واحد ملوش لازمه ايه الاسم ده جالك ازاي يعني ليه واحد ملوش لازمه واحد ملوش لازمه واحد ملوش لازمه مش حكايه واحد ملوش لازمه بعد اذنك بس واحد ملوش لازمه دوت في عندنا ناس موجوده فئات كتير في المجتمع زي مثلا الشحات وزي الدجال دول بينصبوا والناس كتير جدا بتتعاون معاهم يعني دي غريبه جدا معظم الناس عارفين ان الشحات معاه فلوس كتير ورغم ذلك بيتعاونوا معاه معظم الناس عارفين ان الدجال ده 90% نصاب ورغم ذلك بيتعاملوا معاه واحده مش بتتجوز خلاص يبقى معمول لها عمل واحد ما بيشتغلش ما بيدورش هو اصلا على شغل برضه معمول له عمل انا اظن ان الهدف يعني واضح. وصل واضح والقيمه وصل للتمام يعني اما بالنسبه بقى للحلقات الثانيه في ناس ليها لازمه زي بتوع الديكور بتوع الكاميرا بتوع الكلام ده كله دول بيشتغلوا هم اللي بيظهروا العمل ورغم ذلك اللي بياخد الفلوس الكتير الفنان معلش انا بعتذر طبعا لمقاطعه حضرتك بس انتوا ادرى ناس بقى بالهوى والوقت يعني نتوجه بالشكر طبعا للفنانه ولاء يسري والاستاذ حسن خليل وكل فريق العمل وبنشكر قناه الصحه والجمال وزي ما قالت بقى الزميله ولاء يسري في الانترو احنا مستمرين على اليوتيوب على القنوات المعلنه عنها بتاعتنا حتى اشعار اخر شكرا لحضراتكم ونتمنى نكون اسعدناكم في الفتره اللي قضيناها على قناه الصحه والجمال شكرا